عارف يا عاطف، الإعلانات اللي في الشوارع أهي البلد عاملة زيها بالظبط، فيها اللي بينور ويطفي، فيها اللي منور على طول، فيها اللي مطفي على طول. إيه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو إيه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك أنت كمان. أنا؟ أيوة أنت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير وإجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقى شهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف، انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج، بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. حضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف، أنا قريت الجوع اللي أنت فيه من نظراتك ليا أول مرة شفتك. يا أستاذة، أنا جعان كل حاجة في الدنيا، عشان كده واحدة واحدة عليا شوية. ماشي. أنت رايحة على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلتلك اول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذة، دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال. ايه؟ ايه؟ مالك؟ ماليش، انا كويس. طب اطفي النور وتعالى. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته، وراح مولع شمعة، فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضو لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وجر التالتة. يا ابن المعفنة، بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. ألو. أهلا أهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير، ده كل الأوساط الراقية بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك،
أمريني يا حبيبة قلبي. أنا مقابلتي سهلة جدا، بس ممكن أعرف ليه؟ يبقى أحسن مكان تقابليني فيه في مكتبي، أنا بكون موجودة لحد الساعة 11 بالليل. تشرفيني في أي وقت. أنا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة إيه دي؟ لازم تكوني أهم مصممة حفلات في مصر. جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. ميرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناويه اسيب الشغلانه. ايه ده؟ حد يسيب شغلانه زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهه والجمال والشياكه وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دي لا كريم؟ كريم دي لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ ده انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش؟ الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني أصمم له حفلة عيد ميلاده. عرضت عليه أفكاره ما عجبتوش، راح شاتمني قدام كل ضيوفه. قليل الأدب. وبعدين؟ نجيلها أكتر وأكتر، ابتكر حفلة تنكرية لكل المعازيم. وإيه الجديد في كده؟ ما أعتقدش إنه في حد عمل حفلة زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجالة قوادين. واعتذرتي طبعًا؟ لأ. ولما هو لأ، زعلانة ليه؟ كنت هعتذر لولا إنه أهني إهانة تانية أشد من الأولانية. فضل يشرح في تفاصيل الحفلة وفي الآخر بصلي وقال أنت اختار المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع؟ علشان أنتقم لنفسي. وهتنتقمي إزاي؟ الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة. وأنا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعت أنا اللي طيبة. وأنت بقى اللي هتصوري الحفلة؟ لا، ما أقدرش أنا اللي أصور، وفي إجراءات أمنية مشددة. بس أنت لسه مسؤولة عن الحفلة. أيوة. وممكن تساعدينا؟ كل اللي أقدر عليه هعمله. أنا هدرس الموضوع كويس وأفكر فيه، بس أنا بقى أعمل كل ده مقابل إيه؟ دي مسألة هنتفاهم فيها وأنا تحت أمرك. هو كده. أنا بجد سعيدة بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجلة. صباح الخير. أهلا يا عاطف، أعرفك الآنسة غادة الأمير، أشهر مصممة حفلات في مصر. تشرفنا. الأستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجلة. فرصة سعيدة. مع السلامة. وراي على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. والله وبقينا نعرف نرد يا أستاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل أعمال اسمه أدهم سليمان؟ لسه بدري عليا عبال ما اعرف رجال الاعمال.